بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام، حجاج بيت الله الحرام. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي نتفيأ وإياكم فيه ظلال آيات الكتاب العزيز التي جاءت على ذكر الحج في القرآن الكريم، ليتولى ضيفنا حفظه الله التعليق عليها وتفسيرها وبيان أحكامها وما اشتملت عليه. مرحبين في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وإتمام الحج والعمرة هو الإتيان بمناسكهما تامة غير منقوصة كما شرع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أخذ العلماء على أن من أحرم بالحج والعمرة فإنه يلزمه المضي حتى يكمل مناسك الحج والعمرة، ولا يجوز له أن يخرج بدون إتمامهما، كأن يرمي الإحرام ويلغي الإحرام ويذهب إلى أهله، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي حالة الإحصار. حالة الإحصار، أتم الحج والعمرة لله، أي أدوا مناسكهما، فيلزمان بالإحرام بهما ولا بد من إتمامهما. ثم قال: لله، يعني خالصين لله عز وجل، ليس فيهما رياء ولا سمعة، وإتمامهما يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذا إتمامهما. وأما لله فهذا يعني التوحيد، ولا يكون فيهما شرك ولا ريا ولا سمعة ولا طلب للدنيا، وإنما يكون طلب الآخرة ورجاء وثواب الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن أحصرتم، والحصر معناه المنع، يعني لو عرض للمحرم شيء يمنعه من إتمام الحج والعمرة، يعني يعرض له عدو ويصده عن البيت، فإنه يتحلل ويفدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هو وأصحابه في عمرة الحديبية، لما حصرهم المشركون ومنعوهم من الوصول إلى المسجد الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وفدى، ذبح الفدية، وتبعه أصحابه رضي الله عنهم فتحللوا وذبحوا الفدية، فما استيسر من الهدي. أما من لم يحصر يجب عليه المضي حتى يكمل الحج والعمرة. ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. فالمحرم يلتزم بتجنب محظورات الإحرام، ومنها حلق الرأس، فلا يحلق رأسه وهو محرم، أو شيئا من شعره وهو محرم، ولا يأخذ شيء من أظفاره وهو محرم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني يوم النحر. فإذا أدى الإنسان الحج ونحر هديه فإنه يتحلل من إحرامه ويحلق رأسه أو يقصر منه. فمن كان مريضا أو على سفر، أو أن الإنسان احتاج إلى حلق الشعر وهو محرم بسبب المرض، جاز له ذلك، ولكن يفدي، يحلق ويفدي، لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه كالقمل والشيء الذي يستدعي الحلق، فإنه يحلق ويفدي، يذبح فدية. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا
أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني فحلق من أجل إزالة الأذى أو من أجل المرض ففدية يقدم فدية يذبح فدية لأنه فعل محظورا محظورات الإحرام والفدية يخير فيها كما قال الله جعل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير فإن شاء ذبح شاة في الحرم أو في المكان الذي لا في الحرم هذه في المكان الذي أحصر فيها أو أصابه الأذى فيذبح فدية ويوزعها على المساكين أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين فالهدي والإطعام يكونان في الحرم وأما الحلق فيكون في أي مكان ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا فمن كان مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني لم يصبكم إحصار لأنه قال في الأول فإن أحصرتم فإن أمنتم يعني سلمتم من الإحصار من العدو فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا هو أفضل الأنساك أن الإنسان يحرم بالتمتع يحرم بعمرة أولا ويؤديها ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج ويذبح فدية فدية التمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد يعني لم يقدر على ذبح الهدي فصيام 3 أيام في الحج يعني قبل يوم عرفة وإذا لم يتمكن يصومها ولو في أيام التشريق 11 و12 و13 هذه 3 و7 إذا رجعتم إذا رجعتم يعني إذا فرغتم من الحج فإنكم تصومون 7 الباقية سواء في الطريق أو عند أهلكم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا في المتمتع الذي يأتي خارج المسجد الحرام أما من كان من سكان مكة فهذا إذا تمتع ليس عليه هدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله في أداء المناسك وعدم إهمالها أو التقصير فيها فواتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن أساء وتعدى حدود الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ في مطلع الآية في معنى الإحصار في حكم الإحصار الذي بينتموه هل ينبغي للمحرم أن يشترط حال إحرامه بأن يعني حصره شيء فألا يلزمه بذلك هذا قالوا إذا كان عنده سبب يخشى أنه يستمر معه كان يكون عنده بداية مرض ويخشى أنه يزيد المرض ولا يتمكن من أداء الحج فإنه يشترط أما من كان سليما عند الإحرام فإنه لا يشترط لأن الصحابة ما كانوا يشترطون وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لامرأة شاكية يعني مريضة أرادت أن تحج فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية قال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي قولي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي أو ما شرطتي فإذا كان عنده سبب ويخشى أنه يتطور ويخشى أنه ما يتمكن من إتمام الحج والعمرة فإنه يشترط أما الإنسان السليم فإنه يتوكل على الله ولا يشترط ما كان الصحابة يشترطون نعم أحسن الله إليكم قضاء الحج والعمرة كثير من الناس اليوم يعني لديه مفهوم خاطئ حول هذا المعنى ففي في العبادة يظن أنها تقضى كغيرها من العبادات نعم هذا في الحج الواجب الحج الواجب إذا ما تمكن من أدائه وأحصر وتحلل منه فإنه يقضيه ثاني عام أو متى ما تمكن لأنه باقي في ذمته أما السنة فإنه لا يلزمه ذلك وبعض العلماء يقول يلزمه لأنه إذا أحرم به صار فرضا عليه فيلزمه قضاؤه نعم أحسن الله إليكم لعلنا نأتي على بعض وجوه الإحصار في هذا الزمن كثير من الحجاج أو ليس كثيرا إن شاء الله لكن هناك جملة من الحجاج يكثر السؤال في كل عام أنه دخل بطريقة غير نظامية بلا تصريح وغيره فيمنع فيرد فيدخل بطريقة بلا إحرام ثم يتجاوز الميقات ويتجاوز التفتيش فيعود فيحرم
هل يمكن أن يقال لمن لم يجد التصريح أنه حكمه حكم المحصر أو أنه لا يجب عليه الحج مطلقا؟ أولا الذي ما معه تصريح لا يحج لأنه يعرض نفسه لما ذكرت، والله وسع له، فلا يدخل نفسه في شيء يخشى أنه ما يتمكن منه، فيؤجل الحج إلى فترة أخرى، هذا هو الذي ينبغي. لكن لو أنه أحرم ومنع فإنه يبقى على إحرامه، لأنه يمكن أنه يلبس ثيابه، ولبس الثياب لا يعتبر حلا للإحرام، يعتبر فعل محظور فقط، فيفدي ويمضي في إحرامه وحجه ويكمل. نعم، أحسن الله إليكم. أخيرا، بعض الحجاج لديه أيضا مفهوم خاطئ، يظن أنه يحق له، وبينتم هذا في بداية الحلقة حول معنى الإتمام، يحق له أن يخلع إحرامه متى شاء، فإذا دخل إلى الحرم وجده مزدحما أرجأ عمرته أو أرجأ نسكه. هذا خطأ واضح. إذا أحرم به لزمه أن يمضي فيه إلا إذا أحصر، وهذا ما أحصر، الزحام ليس إحصارا، الزحام يزول، يأتي في وقت آخر من ليل أو نهار ويجد سعة. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن، التي تفضل ببيانها ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فشكر الله لمعاليه هذا البيان. يتجدد اللقاء إن شاء الله تعالى بكم في الحلقة القادمة. هذا يزيد الريش، اترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.